بعد زيارته للإمارات للمشاركة في القمة العالمية للحكومات، الرئيس السيسي يعود إلى أرض الوطن. حصيلة ضحايا الزلزال في تركيا وسوريا تتجاوز 37,000، والأمم المتحدة تؤكد أن أكثر من 7 ملايين طفل تأثروا بالزلزال. استشهاد طفل فلسطيني متأثرا برصاصة في الرأس من جنود الاحتلال الإسرائيلي، وحملة اعتقالات لفلسطينيين في مناطق متفرقة بالضفة الغربية المحتلة. الرابعة عصرا بتوقيت القاهرة، الثانية بتوقيت غرينتش، موعد بانوراما إخبارية شاملة تأتيكم من النيل. مرحبا بكم. عاد الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم إلى أرض الوطن بعد اختتام زيارته لدولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة للمشاركة كضيف شرف في القمة العالمية للحكومات بدبي. كان الرئيس عبد الفتاح السيسي قد التقى اليوم رئيسة وزراء تونس نجلاء بودن في دبي، حيث أكد دعم مصر لكل جهود التنمية والإصلاح بتونس تحت قيادة الرئيس قيس سعيد، فضلا عن الاستعداد الكامل لنقل التجربة المصرية في تنفيذ المشروعات التنموية والإصلاحات الاقتصادية والإدارية إلى الأشقاء في تونس. التقى الرئيس عبد الفتاح السيسي في دبي مع الدكتور محمد الجاسر رئيس مجموعة البنك الإسلامي للتنمية، وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية أن اللقاء شهد مناقشة أطر التعاون القائم بين مصر والبنك في القطاعات ذات الأولوية لعملية التنمية الجاري تنفيذها في مصر على الصعيدين الاقتصادي والاجتماعي، وخاصة في ضوء الدور المهم الذي قام به البنك خلال السنوات الماضية كشريك في العملية التنموية في مصر، كما تم التباحث بشأن الجهود المصرية لتحقيق الإصلاح الاقتصادي والتي ساهمت في صمود الاقتصاد في مواجهة الأزمة الاقتصادية العالمية ومواصلته النمو وتعظيم الاستثمارات الأجنبية المباشرة. وفي تصريحات خاصة لقناة النيل للأخبار، قال دكتور محمود محيي الدين مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة للتنمية إن الاقتصادات تحتاج إلى ضخ استثمارات ضخمة في رأس المال البشري والبنية التحتية كإحدى الوسائل الرئيسية لمواجهة الصدمات التي تواجهها اقتصاديات العالم بسبب الظروف الدولية. كما شدد محيي الدين على ضرورة ضخ استثمارات في البنية التكنولوجية أيضا. الاستثمارات المطلوبة ليس فقط في البنية الأساسية التقليدية ولكن البنية الأساسية التكنولوجية، كل ده يحتاج 3 حاجات. احنا اتكلمنا على استثمار رأس مال بشري وبنية أساسية وتكنولوجية وتمثيل المجتمع والاقتصاد ضد الصدمات. ده يحتاج 3 حاجات. أول حاجة إنك تمنع الأذى بأنه هذه المديونيات المتراكمة التي تتعرض لها عدد كبير جدا من بلدان العالم، وفقا لتقدير الأمم المتحدة أن هناك 100 دولة نامية تتعرض لمشكلات متفاوتة في عمقها وحدتها حول موضوع التعامل مع المديونية الخارجية. يجب منع تفاقم هذه الأزمة، ولا نجد أعداد أكبر من الدول. احنا حتى الآن في هناك حوالي 6 دول نامية طلبت إعادة الهيكلة وإسعافها من مشاق والعقبات التي تواجهها في التعامل مع المديونية، منها تشاد وزامبيا وإثيوبيا وسريلانكا وسورينام ومؤخرا غانا. لا نريد أن يزيد عدد الدول التي في حالة حرجة، فمنع الأذى مقدم على جلب المنافع. المنافع تأتي في إطار زيادة الاستثمارات طويلة الأجل وزيادة التمويلات المصاحبة بتكنولوجيا وتقنية عالية حتى تستطيع التعامل مع التحديات المختلفة. وخلال مشاركتي في جلسة النهضة الرقمية الإدارة الحكومية أولا، أكد الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط أن الجامعة قدمت العديد من المبادرات في مجال التحول الرقمي، ودعا إلى تكثيف التعاون لمساعدة الدول التي تشهد تأخرا في رقمنة خدماتها.
أولت جامعة الدول العربية اهتماما خاصا لموضوع التحول الرقمي، حيث بادرت بإعداد استراتيجية عربية في هذا الشأن، وأذكر منها الأجندة الرقمية العربية المحدثة للفترة 23-33 التي اعتمدها مجلس وزراء الاتصالات العرب خلال اجتماعه الأخير بتاريخ 23 يناير 2023، وهي خطة شاملة لتنسيق السياسات والاستراتيجيات الوطنية والإقليمية لتكنولوجيا المعلومات خلال العقد القادم. كما أشير في هذا الصدد إلى الاستراتيجية العربية للأمن السيبراني التي أعدتها المنظمة العربية لتكنولوجيا الاتصال والمعلومات التابعة لجامعة الدول العربية. وخلال مشاركته في جلسة الازدهار والتنمية في المنطقة العربية، قال الأمين العام للجامعة العربية أحمد أبو الغيط إن سوريا واجهت العديد من الأزمات المتوالية خلال السنوات الأخيرة، مضيفا أن الجامعة العربية دعت إلى توجيه مساعدات إلى سوريا باعتبارها دولة عربية مصابة. بالمساعدة، ولكن الجامعة العربية كجهاز سياسي اقتصادي اجتماعي ثقافي وبكل المنظومة العربية هي ليست جهاز مساعدات ضد الكوارث. عاد الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى أرض الوطن بعد اختتام زيارته لدولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة. أثبتت السنوات الماضية مدى متانة العلاقات وقوتها. هي وطن ثاني لنا كما أن الإمارات وطن ثاني للمصريين. أحيي أخويا الشيخ محمد وأخويا الشيخ محمد بن راشد وأشكرهم. شارك السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي في القمة العالمية للحكومات في دبي بدولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة. وتأتي مشاركة السيد الرئيس في ضوء خصوصية العلاقات المصرية الإماراتية الوثيقة والتي تنعكس على التنسيق المستمر بين البلدين الشقيقين. كما شارك السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي في المائدة المستديرة للشركات المليارية، وذلك على هامش المشاركة في فعاليات القمة العالمية للحكومات بإمارة دبي، وبحضور مسؤولي عدد من كبريات الشركات الناشئة المليارية في تطبيقات التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي والتجارة الإلكترونية والإدارة المستدامة للموارد. كما شارك السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي في جلسة بعنوان استثمر في مصر تجربة الصندوق السيادي المصري. وعلى هامش المؤتمر التقى السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي في دبي السيدة كريستالينا جيورجيفا المدير العام لصندوق النقد الدولي. اللقاء تناول استعراض أوجه التعاون بين مصر وصندوق النقد الدولي، لا سيما في ضوء برنامج التعاون بين الجانبين لاستكمال تنفيذ مسيرة الإصلاح الاقتصادي المصري. كما التقى السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة رئيس مجلس الوزراء حاكم إمارة دبي. كما التقى السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي في دبي الدكتور محمد الجاسر رئيس مجموعة البنك الإسلامي للتنمية. اللقاء شهد مناقشة أطر التعاون القائم بين مصر والبنك في القطاعات ذات الأولوية لعملية التنمية في مصر. كما التقى السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي في دبي السيدة نجلاء بودن رئيسة وزراء الجمهورية التونسية. وعقب انتهاء الزيارة غادر السيد الرئيس دولة الإمارات العربية المتحدة عائدا بسلامة الله إلى أرض الوطن.
وخلال جلسة حكومات المستقبل والطموح والرؤية، أكدت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية هالة سعيد أن مصر قامت بتطبيق حزم للحماية الاجتماعية لتخفيف الأعباء عن المواطنين بالرغم من الأزمات والصدمات التي أثرت على الاقتصاد كبقية دول العالم. رفعنا الحد الأدنى للأجور على مستوى الحكومة، رفعنا الحد الأدنى للأجور على مستوى القطاع الخاص، رفعنا المعاشات، زودنا حزم الحماية الاجتماعية، أطلقنا أكبر برنامج تنموي على مستوى العالم، وأنا بتكلم هنا فعلا برنامج تنموي على مستوى العالم بالأرقام، برنامج حياة كريمة اللي بيمس خدمات المواطن في القرى المصرية. لأول مرة الدولة المصرية تتجه بكل استثماراتها إلى أكثر من نصف 58% من المواطنين في مصر. النهاردة بنوفر لهم استثمارات، بدأنا ب 1500 قرية، ننتقل المرحلة الثانية إلى 1500 قرية أخرى، المرحلة الثالثة إلى 1500 قرية الآخرين. بوفر لهم خدمات صرف صحي، سكن كريم، مياه نظيفة، طرق، فرص عمل. كل ده ليه؟ عشان أقدر أن أنا أوفر جودة الحياة، وبالتالي ده نوع الحماية الاجتماعية الشاملة، غير أن أنا بزود من برامج الدعم النقدي للأسر اللي سواء كان في برنامج تكافل أو برنامج كرم. وخلال مشاركته في جلسة مستقبل التعليم الرقمي الفرص والتحديات، أكد وزير التربية والتعليم رضا حجازي أن القيادة السياسية تولي اهتماما كبيرا بالتحول الرقمي، مشددا على ضرورة دمج التعليم الرقمي مع التعليم التقليدي للنهوض بالعمليات التعليمية. لازم يدمج التعليم الرقمي في البرنامج التعليمي وليس موازن له. والحاجة الثانية، لا ننسى أنسنة التعليم واحنا بنستخدم التعليم الرقمي، الحاجة اللي هي دي الحياة الموجودة. إذا لم نواكب التعليم الرقمي، العالم كله التحول الرقمي اتغير، والذكاء الاصطناعي أصبح نواتج التعلم اللي احنا كنا بنعلمها لأولادنا في السنوات السابقة لن تجدي. ولذلك الاستراتيجية الإصلاح التعليمي اللي في مصر من الحفظ والتكرار إلى الابتكار والإبداع. وخلال مشاركتي في جلسة مستقبل الصحة وجودة الحياة على هامش فعاليات القمة العالمية للحكومات في دبي، أكد وزير الصحة والسكان الدكتور خالد عبد الغفار أن مصر تمكنت من إدارة أزمة جائحة فيروس كورونا بنجاح، لافتا إلى أنه يجب إعادة تعريف تمويل المشاريع الصحية بطريقة مستدامة. وبالنظر إلى الموازنة المخصصة للقطاع الصحي، عادة ما لا ينظر إليها كاستثمار، وهذا أمر خاطئ. يجب أن نعيد تعريف فهمنا لتمويل المشاريع الصحية. فعادة ما نفكر فيها عند حصول أزمة، ولكن يجب أن نفكر فيها بطريقة مستدامة، بحيث تراعي الحكومات موضوع الموازنات هذا للقطاع الصحي بشكل مستدام. وهكذا فأن الخطط البديلة وخطط الطوارئ يجب أن تكون متوفرة دائما، ليس فقط عند وقوع الأزمة بل قبل ذلك. أكدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة المنسق الوزاري ومبعوث مؤتمر المناخ إن تجربتها كامرأة في عملية التمكين كوزيرة للبيئة ثم رئيس مؤتمر المناخ COP27 أعطاها زخما كبيرا والقدرة على مواجهة العديد من التحديات. جاء ذلك خلال مشاركتها في جلسة أرض واحدة المرأة والريادة المستدامة على هامش القمة العالمية للحكومات المنعقد لليوم الثاني في دبي بدولة الإمارات العربية. بما أنني حصلت أو حظيت بتمكين أولا كوزيرة البيئة وبعد ذلك رئيسة مؤتمر تغير المناخ الرابع عشر والسابع والعشرين، فلقد أعطاني ذلك الزخمة للقيام بأمور كثيرة، وليس فقط كوزيرة ولكن كمرأة تواجه مشاكل يومية. ففكرت في النساء والأطفال كيف يتم مواجهتهم للمشاكل اليومية بالنسبة للاستدامة، كيف نحافظ على الموارد المائية النادرة، كيف وللمزيد من المتابعة ينضم إلينا عبر الهاتف دكتور أحمد سيد أحمد خبير العلاقات الدولية بمركز الأهرام. دكتور أحمد، بعد التحية، قراءتك للرسائل التي بعث بها الرئيس عبد الفتاح السيسي في القمة العالمية للحكومات.
اهلا بك استاذه غاده. في الواقع ان الرئيس السيسي ارسل برسائل عديده ومهمه وفي توقيت مهم في القمه العالميه للحكومات، اولها قوه ومتانه الاقتصاد المصري والتجربه التنمويه المصريه وتحقيق التنميه الاقتصاديه والنهضه الشامله رغم التحديات الكبيره التي واجهت مصر خلال الفتره الماضيه خاصه في عام 2011 وما بعدها فيما عرف به الربيع العربي. وكما قال الرئيس السيسي كلفت مصر اكثر من 450 مليار دولار، وكان على مصر ان تسير في مسارين متوازيين، مسار تحقيق التنميه وكشف التحديات الاقتصاديه، تدعيم وتعزيز البنيه الاساسيه، ومواجهه كل هذه التحديات بشكل متتابع ومتزامن، وفي ذات التوقيت ايضا مع مسار محاربه الارهاب واقتلاع جذوره، والذي طبعا كلف مصر كثيرا بشريا وماديا. وبالتالي كانت الرساله ان مصر الان رغم هذه التحديات ورغم ايضا تحدي جائحه كورونا والازمات العالميه الا انها تسير بخطه واثقه، تسير باسس ترتكز على تخطيط واضح وسليم للاقتصاد وفي اطار منحنى تصاعدي يحقق التنميه ومعدلات نمو مهمه، يحقق الانطلاق الاقتصادي. هناك الان المشروعات الواعده، وهذه الرساله الثانيه حقيقه في كلمة الرئيس السيسي أن مصر هي فيها اقتصاد واعي، أن مصر تفتح أبوابها لكل أشكال الاستثمار العربي والأجنبي باعتبار أن لها مزايا نسبية فيما يتعلق بالمشروعات القومية العملاقة، فيما يتعلق بالمزايا النسبية للاستثمار وبرنامج الإصلاح الاقتصادي وقانون الاستثمار وغيرها من السياسات التي تساهم في جذب هذه الاستثمارات، اضافه طبعا كما نعرف التخلص من الاجراءات البيروقراطيه والرخصه الذهبيه. وبالتالي كانت رساله اهم واكبر تجمع عالمي للحكومات به اكثر من 20 رئيس دوله ورئيس وزراء، 250 وزيرا، 80 منظمه عالميه واقليميه، 10,000 او اكثر من رجال الاعمال ورجال المال وخبريات الشركات العالميه. وبالتالي كانت رساله مهمه للخارج، رساله ل كل العالم ان مصر القويه باقتصادها، ان مصر القويه بسياساتها هي تمثل بيئه واعده لجذب الاستثمارات. ثم الرساله ايضا الثالثه والمهمه هي رساله الاشقاء، وتاكيد الرئيس السيسي ان علاقات مصر مع الاشقاء هي علاقات اخوه، كما قال علاقات اخوه بالفعل، هي تقوم علاقات عضويه كالجسد الواحد. مصر لا تنسى وقوف الاشقاء الى جانبها، وايضا مصر داعمه ومسانده في كل الاوقات حقيقه للاشقاء. وبالتالي هي رسائل مهمه لقطع الطريق على اي محاولات للنيل او التاثير على هذه العلاقات. وبالتالي جاءت رساله الرئيس لتعبر السياسه المصريه الرشيده التي تعزز التنميه في الداخل، التي تستهدف تعزيز المصالح المصريه، التي تؤدي للتنميه المزدهره التي تنعكس بالطبع على المواطن المصري ورفع مستوى معيشته، فتح افاق جديده، توظيف هذا المحفل العالمي لعرض التجربه المصريه والرؤيه المصريه والانجازات المصريه، وايضا جذب الاستثمارات وفتح افاق جديده امام الاقتصاد المصري. دكتور أحمد، يعني هذا المحفل العالمي الكبير إلى أي مدى يمكن أن يصبح منصة للحوار والوقوف أمام التحديات التي تواجه العالم اليوم؟ بالفعل أستاذ غادة، هذا التجمع والمحفل العالمي المهم والبارز الذي يمثل ما نقول أحد قطرات الاقتصاد العالمي، لأن هذا التجمع وهذا الحضور وهذا التمثيل الاقتصادي العالمي والسياسي يعطيه زخما وقوة كبيرة. هذه القمة أو النسخة التاسعة من القمة العالمية للحكومات التي تعقد في دبي منذ عام 2013 تأتي في توقيت مهم. لماذا مهم؟ لأنها جاءت بعد في ظل الأزمة الروسية الأوكرانية واستمرارها حتى الآن، وفي ظل ما أدت إليه من تداعيات سلبية خطيرة ليس فقط على طرفي الأزمة أو الصراع، وإنما أيضا العالم كله في أزمات الطاقة، ارتفاع الأسعار عالميا، تحديات كبيره امام البشريه تضاف بالطبع الى تحديات المناخ وتحديات ايضا الامراض والزلازل والكوارث الطبيعيه، وهو ما يفرض حقيقه على كل الدول حقيقه التجمع وتعظيم مفهوم العمل الجماعي من ناحيه، وابتكار الحلول لمواجهه هذه التحديات. وهنا تاتي شعار القمه هذا العام، استشراف حكومات المستقبل، وهو البحث وتطوير اداء الحكومات لكل الدول لتقديم الخدمات لمواطنيها في اطار من السرعه، اطار من الجوده، اطار من الدقه، اطار من تقليل التكلفه، ايضا التغلب على العقبات والمشكلات والتحديات. وبالتالي ياتي في سياق مهم، وهذا كان حقيقه احد المكاسب الكبرى لمصر
هو المشاركه في هذا التجمع العالمي في هذا التوقيت في ظل التحديات العالميه. نعم دكتور احمد سيد احمد خبير العلاقات الدوليه بمركز الاهرام، شكرا جزيلا على هذه المداخله. عقد رئيس مجلس الوزراء دكتور مصطفى مدبولي اجتماعا لمتابعة الموقف التنفيذي للمبادرة الرئاسية لتطوير الريف المصري حياة كريمة بما يسهم في سرعة الانتهاء من المشروعات الخدمية التي يستفيد بها سكان هذه القرى. تناول الاجتماع الموقف التنفيذي لمشروعات المرحلة الأولى من المبادرة والمتضمنة 1477 قرية ونسب تقدم الأعمال بتلك المشروعات والموقف التنفيذي لإعادة المرافق في عدة قطاعات، كذلك موقف مشروعات قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ومستهدفات أعمال وزارة الاتصالات في المرحلة الأولى من المبادرة، وكذلك الخدمات البريدية المتطورة، وذلك في إطار العمل على سرعة الانتهاء من مختلف المشروعات التي تسهم في توفير مختلف الخدمات. أكد رئيس مجلس الوزراء دكتور مصطفى مدبولي متابعة أعمال محور التحول الرقمي الخاصة بالحي الحكومي في العاصمة الإدارية الجديدة في ظل البدء في الانتقال التدريجي لعدد من الوزارات. جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقده مدبولي لمتابعة الموقف التنفيذي لمشروعات التحول الرقمي بالعاصمة الإدارية الجديدة، حيث تمت الإشارة إلى آخر المستجدات الخاصة بمكونات مشروع التحول الرقمي وما يتضمنه من تطبيقات تخصصية وتشاركية. كما تناول الاجتماع موقف جاهزية المباني الحكومية وما يتعلق بمشروع التحول الرقمي لمختلف الوزارات والجهات الداخلة ضمن المرحلتين الثانية والثالثة من مراحل الانتقال الفعلي للعمل من العاصمة الإدارية الجديدة. تواصل المراكز الطبية المتخصصة بمحافظات مصر عملها لفحص المواطنين وعمل التدخلات الجراحية لهم وذلك بالمجان. يأتي هذا في إطار مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي للقضاء على قوائم الانتظار للتدخلات الجراحية الحرجة. مستشفى القاهرة الفاطمية واحدة من المستشفيات المتخصصة بإجراء التدخلات الجراحية الدقيقة والحرجة وفقا لمبادرة الرئيس بالقضاء على قوائم الانتظار للمرضى، والتي قامت بإجراء أكثر من 12 ألف تدخل جراحي منذ بدء المبادرة وحتى الآن. أجرينا حوالي 12600 عملية شاملة من قوائم الانتظار، طبعا على رأسهم قسم الرمد. أجرينا حوالي 11750 عملية، أجرينا حوالي 90 عملية زرع كبد، أجرينا حوالي 600 عملية عظام مفاصل، أجرينا برضو العديد من عملية جراحة الأورام. بالنسبة طبعا للمستلزمات، الحمد لله المستلزمات متوفرة طبعا. التدخلات الجراحية شملت تخصصات الرمد والعظام وزراعة الكبد والكلى، والتي تم إجراؤها من قبل الكوادر الطبية المؤهلة والمدربة لتلك الجراحات الدقيقة. عملنا حوالي 11500 عملية رمد في خلال الأربع سنين دول. عمليات الرمد بتاعتنا بتتنوع بين المية البيضاء، الجسم الزجاجي والشبكية، زراعة القرنية، عمليات الحق داخل العين، عمليات الجلوكوما. الحمد لله بنعمل كل عمليات الرمد عندنا في المستشفى. عملنا في حدود 250 عملية أورام زي أمراض وأورام القولون، أورام الثدي عند النساء، أورام الغدد بالذات الغدد الصماء زي الغدة الدرقية والغدد ما فوق الكلية، والأورام عموما بمختلفها وبالذات كمان أورام الجهاز التناسلي زي استئصال الرحم، وده عملنا في الحقيقة منه عدد كبير جدا. تقريبا قمنا بحوالي 530 عملية قائم انتظار. احنا كل العمليات اللي بتقدم عندنا هي عمليات عن جراحات الركبة والكتف، من تغيير مفاصل الركبة ومفاصل الكتف ومفاصل الحوض. بنعمل عمليات الرياضيين زي عمليات الأربطة الصليبية الأمامي والخلفي، جميع الأربطة أو الإصابات الرياضية اللي بتيجي في الركبة. التدخلات الجراحية تتم وفقا لمعايير الجودة ومكافحة العدوى. في مرور يومي بالنسبة لفريق الجودة على كل المرضى الموجودين عشان نشوف تطبيق المعايير بالنسبة للمرضى ايه كلهم، من أول تعريف المريض من أول ما بيخش مكتب الدخول لغاية كل المعايير بقى الكاملة. ما يكونش في أي عدوى ولا انفكشن من داخل المستشفى،
وهو قبل ما بنخش بنعمله المزارع بتاعته وبنشوف اللي هو عنده اي انفكشن او اي امراض بنشوف هنقدر نتواصل معاه. كل تخصص له ممرضه مؤهله ومتدربه كويس قوي على كل الخدمات التمريضيه اللي بتقدمها للمريض. الشق العلاجي ان انا بقدم وجبه غذائيه كامله متكامله للمريض، وعندنا هنا قسم التغذيه حصل على شهاده الايزو 22000 لسنه 2018. يعتبر الشهاده دي شهاده عالميه بتطبق في امريكا وبنطبقها هنا. انطباعات ايجابيه انتابت المواطنين كافه لما قدم لهم من اجراءات ميسره ومجوده خلال التدخلات الجراحيه. اول ما جيت هم اللي يعني ساعدوني ان انا اعمل العمليه وعملتها والحمد لله الفريق كله ممتاز. قررت طلع من اسبوع وجيت هنا وخدمه كويسه الحمد لله. القضاء على قوام الانتظار من خلال اجراء التدخلات الجراحيه الدقيقه والحرجه للمواطنين يؤكد مجددا حرص الدوله المصريه على توفير خدمه علاجيه لائقه تلبى طموحات المواطن اينما كان. محمد حلمي، النيل. أعلنت الأمم المتحدة تأثر أكثر من 7 ملايين طفل بالزلزال المدمر والهزة الارتدادية الكبيرة التي أعقبته في تركيا وسوريا الأسبوع الماضي، معربة عن مخاوف من أن يكون الآلاف غيرهم لقوا حتفهم. وأوضح المتحدث باسم منظمة الأمم المتحدة للطفولة يونيسيف جيمس إلدر أنه في تركيا كان مجموع الأطفال الذين يعيشون في المحافظات العشر التي ضربها الزلزالان 4.6 مليون طفل، أما في سوريا فقد تأثر 1.5 مليون طفل. ارتفعت حصيلة قتل الزلزال المدمر الذي ضرب تركيا وسوريا الأسبوع الماضي إلى أكثر من 37,000 شخص. في غضون ذلك أعلن الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش أن الرئيس السوري بشار الأسد وافق على فتح معبرين حدوديين إضافيين بين تركيا وشمال غربي سوريا لمدة 3 أشهر لإدخال مساعدات إنسانية للمتضررين من الزلزال. وسط الأنقاض يواجه مئات آلاف المشردين الجوع والبرد في تركيا وسوريا، حيث تحاول سلطات البلدين تخفيف آثار الكارثة الإنسانية بعد أكثر من أسبوع على الزلزال المدمر الذي ضرب تركيا وسوريا في 6 فبراير الماضي. فرص العثور على ناجين أصبحت شبه معدومة، والأولوية الآن هي لمساعدة مئات آلاف الأشخاص الذين دمرت منازلهم، فضلا عن الدعم النفسي للأطفال الذين وجدوا أنفسهم بدون أهل بعد انتشالهم من تحت الأنقاض. نحن ننظر إلى الأشهر الثلاثة الأولى بعد هذه الكارثة وكيفية تغطية الاحتياجات الإنسانية خلال هذه الفترة في كل من تركيا وسوريا، والحاجة الملحة الآن هي توفير مأوى ورعاية نفسية واجتماعية للمتضررين. وبعد الاجتماع الطارئ الذي عقدته الأمم المتحدة حول كيفية زيادة المساعدات للمناطق الخارجة عن سيطرة النظام السوري في شمال غرب سوريا، أعلن الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش أن الرئيس السوري بشار الأسد وافق على فتح معبرين حدوديين إضافيين بين تركيا وشمال غرب سوريا لإدخال مساعدات إنسانية للمتضررين من الزلزال. قبل الزلزال كانت المساعدات الإنسانية لشمال غرب سوريا تدخل من تركيا عبر باب الهوى، نقطة العبور الوحيدة التي يضمنها قرار صادر عن مجلس الأمن بشأن المساعدات العابرة للحدود، ولكن في الأيام الأخيرة تكثفت الدعوات لفتح معابر جديدة بين تركيا وشمال غرب سوريا. وصلت 6 طائرات إغاثة تقل مساعدات طبية وغذائية وإنسانية إلى مطار حلب الدولي للمتضررين من الزلزال في سوريا، من بينها أول طائرة سعودية. وقال مدير فريق الجهود المشتركة لإغاثة المتضررين من الزلزال في السعودية فالح السبيعي إن الطائرة التي جرى تسييرها لسوريا تحمل 35 طنا من المساعدات الإغاثية وتضم مواد غذائية وطبية وخيما، وهي الأولى ضمن جسر جوي لدعم الشعب السوري. للمرة الأولى منذ 10 سنوات هبطت طائرة سعودية تحمل مساعدات إغاثية لمنكوبي الزلزال المدمر في مطار حلب الدولي.
الطائرة السعودية التي تعد ضمن جسر جوي متواصل تحمل 35 طنا من المساعدات الغذائية ومسؤولين من الهلال الأحمر السعودي استقبلهم فريق من الهلال الأحمر السوري. إدخال شاحنات إغاثية عبر الحدود السورية التركية، وكذلك تسير جسر جوي من الطائرات، وهذه الطائرة الأولى من الجسر الجوي وتحتوي على أكثر من 35 طن من المواد الغذائية والطبية والإيوائية. ومن المقرر هبوط طائرتين سعوديتين أخريين يومي الأربعاء والخميس ضمن الجسر الجوي. نعم، هناك طائرة غدا الأربعاء، وكذلك طائرة بعد غد يوم الخميس، وسيقوم المركز بتقييم الاحتياج، وإذا كان هناك حاجة لمساعدات أكثر سيتم تقديمها بخلاف المشاريع التي سيتم تقديمها في حالة الضوء الكاري. السعودية قد أرسلت الاثنين قافلة مساعدات إلى المناطق المتضررة في شمال غربي سوريا مكونة من 12 شاحنة إغاثية مقدمة من مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية تحمل على متنها 104 أطنان من المواد الغذائية والإيوائية. وتعهدت المملكة العربية السعودية إثر الزلزال بتقديم مساعدات إلى المناطق المتضررة، وقال مصدر في مركز الملك سلمان إن المساعدات سترسل مباشرة إلى مطار حلب الدولي وإلى الهلال الأحمر السوري. أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية استشهاد الطفل محمود ماجد العيدي الذي يبلغ من العمر 17 عاما متأثرا بجروحه التي أصيب بها فجرا خلال اقتحام قوات الاحتلال مخيم الفارعة جنوب توباس. كانت قوات كبيرة من جيش الاحتلال قد اقتحمت المخيم فجرا وانتشرت في كافة أرجائه وحاصرت منزل أحد الفلسطينيين، ودارت مواجهة بين الشباب وقوات الاحتلال التي أطلقت الرصاص الحي باتجاههم ما أدى لإصابة الطفل العيدي برصاصة في رأسه، نقل على إثرها للمستشفى وأعلن في وقت لاحق عن استشهاده. كما أعلنت مصادر طبية فلسطينية اليوم استشهاد الشاب هارون رسمي يوسف أبو عرام 27 عاما الذي أطلقت قوات الاحتلال الرصاص الحي عليه قبل عامين جنوب الخليل. قاد المستوطن الإسرائيلي المتطرف يهودا جاليك اليوم اقتحاما جديدا للمسجد الأقصى المبارك برفقة عشرات المستوطنين بحماية مشددة من قوات الاحتلال الإسرائيلي. وقالت مصادر بالقدس إن جاليك والمستوطنين نفذوا جولات استفزازية في باحات المسجد المبارك، مضيفة أن قوات الاحتلال اعتقلت فتاتين وشابا من الأتراك أثناء تواجدهم في باحات الأقصى. هدمت سلطات الاحتلال الإسرائيلي اليوم 4 منازل في مدينة عكا داخل الخط الأخضر، حيث قامت جرافات وآليات الاحتلال مدعومة بتعزيزات عسكرية بهدم منازل 4 عائلات فلسطينية. كما اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم 15 فلسطينيا من مناطق متفرقة بالضفة الغربية المحتلة بعد ليلة شهدت اشتباكات ساخنة في مخيم شعفاط بعد عمليتي طعن وإطلاق نار عند حاجز المخيم الواقع بمدينة القدس المحتلة. وقالت مصادر أمنية فلسطينية إنه تم اعتقال 4 فلسطينيين من مناطق محافظة نابلس الشمالية، فيما تم اعتقال 3 من مدينة البيرة بوسط الضفة و6 من مناطق متفرقة بمحافظة الخليل الجنوبية. واعتقلت قوات الاحتلال مواطنا في بلدة الزببدة جنوب شرقي جنين وشاب من بلدة العيساوية في القدس المحتلة. بانوراما النيل متواصلة معكم ونتابع فيها بعض أخبار الاقتصاد. قتلى وجرحى في حادث إطلاق نار بالحرم الجامعي بولاية ميتشيغان الأمريكية. تنفيذا لتوجيهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بالتوسع في إنشاء فروع التوثيق تيسيرا على المواطنين وللاستفادة من منظومة التحول الرقمي،
من حقك تعرف أنه تم افتتاح 114 فرع توثيق داخل منافذ البريد المصري في أنحاء الجمهورية، والفروع دي بتشتغل بنظام الشباك الواحد علشان نوفر عليك الوقت ونقضي على الإجراءات الروتينية، والفروع دي بتقدم كل خدمات التوثيق. وكمان وزارة العدل سهلت عليك الخدمة ووفرت لك 27 خدمة توثيق على بوابة مصر الرقمية. كل اللي عليك الدخول على البوابة وتحرير بيانات المعاملة، وتقدر كمان تدفع إلكترونيا بالفيزا بتاعتك، ده غير انك تقدر تحدد فرع التوثيق واليوم والساعة لاستلام المعاملة. وعلشان نسهل عليك أكتر، وزارة العدل عملت لك تطبيق اسمه أرغب في عمل توثيق، تقدر تنزله على أي هاتف محمول ذكي، وبمجرد ما تحمل التطبيق وتدخل عليه هتلاقي خدمات كتير، زي مثلا حجز موعد في أقرب فرع توثيق جنبك، أو إنك تعرف الكثافة اللي في الفرع ده علشان لو حابب تنجز معاملتك في فرع تاني وتختصر وقتك. وإلى أخبار المال والأعمال، تفاصيل أخبار الاقتصاد في بانوراما الرابعة، ومباشرة إلى محمد سليمان. إليك محمد. شكرا لك غادة، مرحبا بكم. أخبارنا الاقتصادية في بانوراما الرابعة وتتابعونا فيها. البورصة المصرية تربح 14 مليار جنيه ومؤشرها يصعد بنسبة 1.26%. أهلا بكم. سجلت مؤشرات البورصة المصرية ارتفاعات جماعية لدى إغلاق تعاملات اليوم الثلاثاء، مدعومة بعمليات شراء من قبل المؤسسات وصناديق الاستثمار المحلية، في حين اتجهت تعاملات المؤسسات العربية والأجنبية نحو البيع. وربح رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالبورصة نحو 14 مليار جنيه، منهيا التعاملات عند مستوى تريليون و97 مليار جنيه، وسط تداولات كلية بلغت 2.7 مليار جنيه. وارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية EGX 30 بنسبة 1.26%، كما زاد مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة EGX 70 بنسبة 1.78%. أكد رئيس مجلس الوزراء دكتور مصطفى مدبولي أن الدولة تمضي بخطوات حثيثة لتذليل مختلف المعوقات والتحديات التي تواجه قطاع الصناعة، وذلك من خلال تضافر الجهود لتبسيط الإجراءات وتشجيع الاستثمارات الصناعية القائمة والجديدة، وتسهيل إجراءات الحصول على التراخيص الصناعية، وتفعيل خريطة الاستثمار الصناعي كمنصة لتخصيص الأراضي الصناعية على مستوى الجمهورية. جاء ذلك خلال لقاء رئيس مجلس الوزراء اليوم مع رئيس اتحاد الصناعات المصرية المهندس محمد السويدي، وذلك في إطار مناقشة عدد من الموضوعات المتعلقة بدعم قطاع الصناعة وتذليل مختلف التحديات التي تواجهه. أعد مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء وثيقة للرد على أبرز القضايا المثارة بشأن ارتفاع المستوى العام للأسعار في مصر، في سياق مواصلة الجهود التي يقوم بها المركز لرفع مستويات الوعي بأبرز القضايا الاقتصادية. وأوضحت الوثيقة أن العالم يشهد واحدة من أشد الموجات التضخمية على مدار العقود الماضية نتيجة لتعدد الأزمات التي يمر بها الاقتصاد العالمي. وأشارت الوثيقة إلى أنه بعد أن كانت مصر قد نجحت وبشكل كبير في خفض معدلات التضخم خلال عامي 2020 و2021، تأثر الاقتصاد كغيره من اقتصادات العالم بالموجة التضخمية العالمية، والتي ارتفع بسببها معدل التضخم في مصر ليصل إلى ما يقرب من 14% العام الماضي. أكد وزير قطاع الأعمال العام محمود عصمت أن استراتيجية تطوير وإعادة هيكلة الشركات تقوم على التشغيل وزيادة الإنتاج وتوطين الصناعة والتصدير، موضحا أنه سيتم التخارج من بعض القطاعات في إطار وثيقة سياسة ملكية الدولة،
مع استمرار التواجد في الصناعات الاستراتيجية الهامة مثل الأدوية والأسمدة والكيماويات والألومنيوم. جاء ذلك خلال كلمة الوزير في الندوة التي نظمها مجلس الأعمال المصري الكندي. تحت عنوان تأهيل وتطوير القطاع العام الفرص والتحديات، استضاف مجلس الأعمال المصري الكندي وزير قطاع الأعمال محمود عصمت ولفيف من الأساتذة والمتخصصين ورجال الأعمال وأعضاء مجلس النواب لمناقشة كيفية تطوير هذا القطاع المهم بأفكار خارج الصندوق. نحاول نعمل تحسين في الجودة، تحسين في الأداء، تحسين في البرفورمانس، تحسين في البرودكت اللي موجود. وفي ضوء ان احنا عندنا سياسة ملكية الدولة اللي أعلنت، احنا قسمنا الشركات او الأنشطة على حسب التوجه بتاع الدولة في ان احنا نتخارج من بعض الأنشطة او بعض الصناعات، وشركات احنا او صناعات هنتواجد فيها وهنستمر، وشركات اخرى احنا هنزود الاستثمارات فيها نتيجة ان ده جزء مهم للدولة. لاحظنا اهتمام حي من سيادة الرئيس بتطوير هذا القطاع، وفعلا حصل فيه تطورات جيدة للغاية. تم طرح بعض الشركات في البورصة، تم عمل نوع انواع التطوير لبعض الشركات من تحديث الآلات وتحديث البتاع، فدي طبعا خطوات جيدة للغاية. وفي حوار مفتوح مع المشاركين أكد عصمت أن هناك العديد من شركات قطاع الأعمال سيتم لها بعض التسويق للقطاع الخاص، وحول حجم التسويق الذي حدث لهذه الشركات لتحقيق الجودة التنافسية لاختراق الأسواق المحلية والعالمية. معالي الوزير رد علينا رد يعني قوي جدا ومحترم جدا، ويؤكد ان المنتج اللي هو ذو الجودة العالية هو المنتج التنافسي الحقيقي، وده سبب من الاسباب المباشرة يعني طرح القطاع الخاص للمشاركة والمساهمة لعمل هذه الجزئية، سواء من التدريب، وهو ذكر برضو التدريب والكاباسيتي بيلدينجز للفنيين والمصممين لكل المسؤولين عن الصناعة. ديزايننج ده مهم جدا لان هو بيخترع وبيقدر يبقى عنده ابداع ويقدر ان هو يحقق منتج فيه صفات يعني افضل من المنتج الاخر، فبالتالي يكون هو عنده قدرة تنافسية اكتر في السوق. يأتي هذا المؤتمر في اطار خطة الدولة المصرية لتنفيذ هيكلة وتطوير قطاع الاعمال العام لتحقيق التنمية الاقتصادية وتهيئة مناخ الاستثمار وتعزيز دور القطاع الخاص بهدف تحسين اقتصاديات التشغيل وتوطين الصناعة من أجل تحقيق التنمية المستدامة. يجرى العمل على قدم وساق من خلال خطط واستراتيجيات طموحة لدعم وتطوير وتأهيل شركات قطاع الأعمال العام. من مقر انعقاد المؤتمر، أمل صبري، النيل. تأتي أخبارنا الاقتصادية وعودة للزميلة غدا فاروق لاستكمال البانوراما. أشكرك محمد، أهلا بكم. لقي ثلاثة أشخاص مصرعهم وأصيب خمسة آخرون عقب وقوع إطلاق نار في عدة مناطق بحرم جامعة في ولاية ميشيغان الأمريكية. وأوضحت الشرطة الأمريكية أن الشخص المشتبه في ارتكابه الجريمة لقي مصرعه بعدما أطلق النار على نفسه. تتواصل حوادث إطلاق النار في الولايات المتحدة، وتمثل آخرها في حادث داخل الحرم الجامعي في ولاية ميشيغان، والذي أسفر عن سقوط قتلى وجرحى. الشرطة الأمريكية أوضحت في بيان لها أن إطلاق النار وقع في موقعين بالقرب من مبنى أكاديمي ومنشأة رياضية، وتم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم، وبعضهم حالته خطيرة. كنا قلقون للغاية، قضينا وقتا مرعبا جدا، احتمينا في غرفنا وأغلقنا الأبواب، ونحن لا نعلم ماذا يحدث بالخارج. سمعنا أصوات خطوات أشخاص في الحرم الجامعي واستنتشار أخبار غير حقيقية. السلطات الأمريكية أفادت أن الشخص المشتبه في ارتكابه الجريمة لقي مصرعه بعدما أطلق النار على نفسه. وتعكف الشرطة الأمريكية حاليا على تحديد هوية منفذ الهجوم والدافع المحتمل وراء ارتكابه الجريمة، فيما طلبت السلطات من الطلاب عدم التواجد في حرم الجامعة، وأعلنت تعليق كافة الأنشطة العلمية والرياضية لمدة 48 ساعة.
وتدفع الولايات المتحدة ثمنا باهظا نتيجة انتشار الأسلحة النارية على أراضيها وسهولة اقتناء الأمريكيين هذه الأسلحة، ويفوق عدد الأسلحة النارية الفردية في البلاد عدد سكانها، ويملك شخص بالغ على الأقل من أصل كل 3 سلاحا، ويعيش قرابة شخص بالغ من أصل كل 2 في منزل يحتوي على سلاح. منيل متواصلة معكم ونتابع فيها بعض أخبار الرياضة. نيوزيلندا تعلن حالة الطوارئ بسبب إعصار عنيف تسبب في حرمان الآلاف من الكهرباء. أهلا بكم من جديد. أعلنت الحكومة النيوزيلندية حالة الطوارئ في عموم البلاد بسبب إعصار عنيف حرم أكثر من 100,000 شخص من الكهرباء وتسبب في فيضانات وانهيارات أرضية. وأحدثت أحوال الطقس حالة فوضى في حركة النقل في نيوزيلندا، إذ توقفت رحلات جوية وشبكات القطارات والحافلات. فيضانات وانهيارات أرضية تشهدها الأراضي النيوزيلندية دفعت الحكومة لإعلان حالة الطوارئ في عموم البلاد بسبب إعصار عنيف حرم أكثر من 100,000 شخص من الكهرباء. السلطات أعلنت أن تلك الأحوال الجوية غير المسبوقة ازدادت سوءا بعد هبوب رياح عاتية وهطول أمطار غزيرة على جزيرة الشمال. رئيس وزراء نيوزيلندا أكد خلال مؤتمر صحفي في أوكلاند إن الدمار واسع النطاق في جميع أنحاء البلاد. الدمار واسع النطاق في جميع أنحاء البلاد. العديد من العائلات نزحت والكثير من المنازل محرومة من الكهرباء. وتضرر عدد من المنازل بسبب سقوط أشجار عليها أو من جراء السيول التي اجتاحتها، كما أسفرت انهيارات أرضية وفيضانات عن قطع طرقات مما أدى إلى عزل السكان. لا يزال من السابق لأوانه تحديد عدد الأشخاص الذين تم إجلاؤهم من منازلهم وأولئك المحرومون من الكهرباء أو الهاتف. الإعصار تسبب كذلك بهبوب رياح عاتية بلغت سرعتها 140 كيلومتر في الساعة، كما أدى لهطول كميات كبيرة من الأمطار في حين بلغ ارتفاع موج البحر 11 مترا. وهذه هي المرة الثالثة فقط التي تعلن فيها الحكومة النيوزيلندية حالة الطوارئ في عموم أنحاء البلاد، إذ أن المرة الأولى كانت بعد تفجيرات كرايست تشيرش في 2019، والمرة الثانية في أعقاب تفشي فيروس كورونا في 2020. تم بانوراما النيل، وإليكم تذكرة بأبرز العناوين. بعد زيارته للإمارات للمشاركة في القمة العالمية للحكومات، الرئيس السيسي يعود إلى أرض الوطن. حصيلة ضحايا الزلزال في تركيا وسوريا تتجاوز 37,000، والأمم المتحدة تؤكد أن أكثر من 7 ملايين طفل تأثروا بالزلزال. استشهاد طفل فلسطيني متأثرا برصاصة في الرأس من جنود الاحتلال الإسرائيلي، وحملة اعتقالات لفلسطينيين في مناطق متفرقة بالضفة الغربية المحتلة. تفاصيل أكثر على موقعنا على الإنترنت nile.eg. شكرا لحسن المتابعة وإلى اللقاء.